اخترنا اليوم واحدا من الشباب الكروي المتطلع والطموح، والذي يستحق التشجيع والدعم بكل أصنافه، لأنه مثال اللاعب المجد والموهبة المتحمسة التي تحتاج لمن يرعاها ويأخذ بيدها حتى تصل إلى مبتغاها. إنه لاعب فريق النهضة الرياضية البركانية عبد الحكيم الإدريسي. نقف عند هذا النجم الذي يمتلك من الصفات ما يمنحه أن يكون مفخرة لمدينة بركان. اللاعب الشاب ذو 21 ربيعا نشأ وترعرع وعرف معاني عشق كرة القدم داخل أسوار مدرسة النهضة الرياضية البركانية. إدريسي التحق ببراعيم النهضة وعمره 12 سنة، كانت بداية عهده مع المستديرة. تدرج مع جميع الفئات السنية لفريق البركاني قبل أن يلتحق بالفريق الأول الموسم الماضي رفقة المدرب السابق منير الجعواني، ليعيش تجربة جديدة ضمن كبار الدوري المغربي. لعب هذا الفتى مباراة واحدة الموسم الماضي ضد وادي زم، لفت أنظار عشاق النهضة على مدرجات الملعب البلدي أنذاك، وكان صاحب التمرير الحاسم لزميله لابا الذي أسكنها الشباك. عبد الحكيم الإدريسي ينتظر هذا الموسم أن تمنح له الفرصة الكافية مع المدرب طارق سكيتيوي. حلمه كباقي زملائه داخل الفريق ترميل خزينة النادي باللقب القاري الذي ينتظره كل متيم بعشق الألوان البرتقالية. هذا الفتى يتنبأ له العارفون بمستقبل مشرق إذا وجد الرعاية والاهتمام وتكافؤ الفرص. إدريسي حكيم يتحلى بصفات الخلق الحميدة والانضباط داخل المجموعة، مما يجعله من النماذج الحسنة التي يكون مآلها النجاح إذا تيسرت لها الأمور مستقبلاً. كان معكم ماجد مجد، شكراً على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكراً لكم.